طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعودة مرة أخرى للتاريخ البطلمي. وبعد انتهاء الفترة الذهبية للعصر البطلمي، هنبدأ نتكلم على فترة تانية أو إرا تانية كده، أو جزء تاني من التاريخ البطلمي، إن هو النصف الثاني من التاريخ البطلمي، واللي بيتميز بالضعف وضعف الملوك وتوالي الملوك، وكثرة طبعا الصراعات ما بين داخل أفراد الأسرة البطلمية الواحدة. أول واحد طبعا اللي هو بطولمي the fifth، بطولمي إبيفانس، خلاص the glorious one، تمام، المبجل. وزي ما قلنا ان بطليموس الرابع بعد موته تولى الحكم، كان فيه كده زي ميليتري كونسل او مجمع عسكري، ولان كان الملك القادم اللي هو بطليموس في هذه الفترة بطليموس الخامس كان اقل من 7 سنين، وفي بعض الوثائق بتقول لك سبع، يدوبك 7 سنين. وتم تعيين اثنين من الجيش البلاط البطلمي كأوصياء على هذا الملك الصغير، وطبعا اكيد هيبقى مين؟ هيبقى طبعا الكسندر سوسيبيوس واجاثلوكيس اوف ساموس. ويقال ان اجاثلوكيس اوف ساموس وسوسيبيوس دبروا لقتل الملكه الام اللي هي ارسينوي الثانيه، واصبحت اجاثلوكيه هي الوصيه على الملك الصغير علشان يقدروا او يحكموا سيطرتهم على الملك بشكل كبير. تمام، فإذا معنى كده إن كان في اتنين من الأوصياء على الحكم، على الملك الصغير دوت اللي هو 7 سنين، أول واحد سوسيبيوس وبعد كده أجاثلوكيس. طيب بعد كده حصل إيه؟ حصل إن سوسيبيوس توفى، وأصبح أجاثلوكيس أوف ساموس هو اللي في المواجهة مع أهل اسكندرية. طب هو ليه في مواجهة مع أهل اسكندرية؟ لأن ببساطة بعد ما تم قتل أرسنوي الثالثة، أرسنوي الثالثة اللي هي مرات بطلميوس الرابع كانت لها شعبية كبيرة جدا من قبل أهل اسكندرية، وكانوا بيدن لها بالولاء وبالاحترام الشديد. فما كانش قدامهم، هم ما كانوش يقدروا يتكلموا قدام سوسيبيس نتيجة لقوة شخصيته ونفوذه في اسكندرية. بس اول ما مات سوسيبيس راحوا ماسكين بقى في مين؟ راحوا ماسكين في اجاثلوكيس، واتهموه ان هو اللي دبر المؤامره لقتل الملكه الام، وظهرت كده حاجه كده زي ريفولوشن او ثوره ضده بقياده واحد اسمه تليبولمس. وتليبولمس قدر ان هو يجرجر اجاثلوكيس اوف ساموس باسرته كلها، ويقال ان هو جابهم الاستاديوم وتم القضاء عليهم في يعني وقعت قتل فظيعه يعني. تمام، وأصبح في هذه الحالة، ويقال إن هو تليبولمس قدر إن هو يعزل بقية الأفراد أسرة أجاثلوكيس اللي ما قدرش يقتلهم، ويعني تم القضاء على الأسرة بشكل شبه كامل. بعد كده تليبولمس أصبح هو الوصي، طلع له بقى مين في المقدر؟ واحد إيه اللي هو ابن سوسيبيوس. فاكرين لما قلنا إن سوسيبيوس دوت لا يموت زي مستر إكس كده؟ فأصبح سوسيبيوس سون أوف سوسيبيوس هو الوصي رقم كام؟ رقم 4. يعني الأول كان مين الوصي على بطلميوس الخامس في الأول؟ سوسيبيس وأجاثلوكيس أوف ساموس، الاتنين تأمروا وقتلوا أمه اللي هي برنيك أرسنوي الثانية. بعد موت سوسيبيس الأب، أهل اسكندرية اتهموا مين؟ اتهموا أجاثلوكيس إن هو اللي قتل الملكة الأم في شكل ثورة بقيادة مين؟ تليبولمس. تليبولمس قدر يقتل مين؟ قدر يقتل أجاثلوكيس. يبقى أول اتنين أوصياء تم إيه؟ القضاء عليهم. وجالنا تليبولمس لوحده؟ لا، ما جاش تليبولمس لوحده، جه مع واحد تاني اسمه سيسيبيس سون أوف سيسيبيس. خلاص؟ لغاية كده مفهوم. بعد كده تليبولمس وسوسيبيوس اختفوا من على الساحة، وظهر أرستومينس. ودايما بنقول إن أرستومينس هو كان ليه الفضل الأكبر في إعادة رونق، في إعادة إحياء الملكية في مصر، نتيجة الثورات اللي حصلت ونتيجة المشاكل اللي حصلت ونتيجة صغر سن الملك في هذه الفترة. فكان طبعا يعني وضع الملك والنظام والملكية في مصر في مهب الريح، وأرستومينس نتيجة لحكمته ونتيجة الإجراءات اللي هو عملها بعد كده قدر إلى حد كبير جدا يحيي فكرة الملكية ويرجع هيبة الملك البطلمي في هذه الفترة. ماشي يا شباب، لغاية كده مفهوم.
وقلنا ان اجاثا لوكيس في فتره ان هو كان واصي على الحكم كان بيحاول يبعد اي حد يحس من خلاله ان هو شخص قوي. يعني مثلا لقى ايه؟ لقى ان بلبس خلاص الاستراتيجوس بتاع قبرص اللي كانت بتدين للولاء لمصر حس ان هو كده شخص قوي ممكن ان هو يتآمر ضده، فراح قال له يا بلبس روح كده ايه اتفاهم شويه مع انتيوخوس الثالث في ايه في اسيا الصغرى. من الاخر ان هو كان بايه بيحاول يبعد اي شخص قوي عشان هو ينفرد بالحكم. اجاثا لوكيس برضو لقى ان في ابن تاني لسوسيبيس اسمه بوتولومي، خلاص كان مسميه بطولمي، قال له يا بطولمي يا ابن سوسيبيس يلا روح برضو انت ايه اتكلم شوية مع الملك المقدوني فيليب الخامس. ويقال ان حصلت مؤامرة سرية ما بين بطولمي ابن سوسيبيس وما بين فيليب الخامس دوت علشان يقضوا اصلا على المملكة البطلمية. اذا اجاثا لوكيس كان بيخطط ان هو يستغل وينفرد بالسلطة بشكل كبير، ونتيجة كره اهل اسكندرية ليه ونتيجة مخططاته اللي هم حسوا بيها عشان كده تم قتله من قبل تليبول ومن قبل الثوار أهل اسكندرية بضراوة وبقسوة شديدة. ماشي يا شباب لغاية كده مفهوم؟ طيب ايه تاني برضو الحاجات مهمة برضو اللي احنا هنقولها في الاكسترنال بوليسي بالنسبة لبطلميوس الخامس؟ المميز بان هو ليه 5 اوصياء على العرش، ان هو برضو مميز بالحرب السورية الخامسة، وفي هذه الفترة حصلت الخيانة التانية من قبل استراتيجوس بتاع سيليسيريا. اول واحد كان اسمه ايه اللي حصلت الخيانة منه؟ حاكم سوريا في عصر بطلميوس الرابع كان اسمه ايه يا شباب؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ انتوا لحقتوا تنسوه؟ طيب كان اسمه ايه يا شباب؟ كان اسمه فيودوتس. ماشي، فيودوتس دوت هو اللي خان بطلميوس الرابع وسلم سيليسيريا لأنتيوخوس مين؟ الثالث. بعد كده في عصر بطلميوس الخامس اللي حصل بوتولومايس. بوتولومايس عمل ايه؟ برضو الاستراتيجس بتاع سيليسيريا، راح مسلم برضو سيليسيريا خلاص في عصر بطلميوس الخامس برضو تاني مرة أخرى لأنتيوخوس الثالث. ماشي، مفهومة الجزئية دي؟ أيوة مفهومة. دكتور. ماشي، برضو بيتميز عصر بطلميوس الخامس في هذه الفترة بظهور مين؟ شايفين دي؟ روما. روما بدأت تتدخل. روما أرسلت كم بعثة دبلوماسية؟ أرسلت أول بعثة دبلوماسية ليها عام 200 قبل الميلاد، والبعثة الدبلوماسية ديت كانت مكونة من 3 رسل أو 3 يعني نواب كده ممثلين ليهم، وراحوا يتفاهموا مع أنتيوخوس الثالث اللي كان من أقوى الملوك السوريين، وكانت كفته هي اللي راكحة، واللي كان قادر إن هو يغزو الولايات شرقا وغربا، وعلى فكرة وصل للحدود اليونان عشان كده كانوا خايفين منه. وبرضه راح ناحية بطلميوس الخامس وزاروا اسكندرية على عشان يستطلعوا الأحوال يشوفوا الدنيا كده ماشية ازاي. بعدها ب4 سنين سنة 196 قبل الميلاد روما أرسلت دبلوماتيك انفوي مكونة من 10 شخصيات، وهل وجهوها لمصر وسوريا ولا لسوريا فقط، للملك السوري فقط في هذه الحالة؟ سوريا بس. لسوريا فقط، لسوريا فقط. ليه لسوريا فقط؟ لأن في هذه الفترة أنتيوخوس الثالث كان هو المنتصر في معظم المعارك اللي هو خاضها، كان هو المنتصر، وأنتيوخوس الثالث كان رد فعل مع الدبلوماتيك انفوي الأخيرة. الحقيقة هو قال لهم أنتوا فاكريني أنا هحارب بطلميوس الخامس؟ ده بطلميوس الخامس ده حبيبي، ده هيحصل ما بيننا وما بين بعض إيه؟ نسب. لا لا خالص، ده أنا ملك البطلمي دوت، أنا ما بيني وما بينه علاقات طيبة وما تقلقوش، وكلام كبير كده وكلام دبلوماسي كتير. ماشي يا شباب، والحقيقة ان هو في هذه الفترة حصلت كده رومر ان الملك البطلمي يعني توفى، او ان هو ما كانش يعني ايه هيموت، واثبتت الوثائق ان هو عكس كده، وبالعكس قالوا ان هو في هذه الفتره ان بطلميوس الخامس فعلا
حصل نسب ما بينه وما بين أنتيوخوس الثالث، وهتحصل في نفس أرض المعركة اللي حصلت اللي هي معركة رفح، هيحصل الزواج برضو في رفح في نفس المكان وفي نفس المدينة التي شهدت المعركة الفاصلة ما بين أبوه بطليموس الرابع وأنتيوخوس الثالث. ماشي يا شباب، دي الحاجات الملامح الرئيسية في عصر بطليموس الخامس. طيب من السياسة الداخلية، السياسة الداخلية أكتر واحد كان متحكم فيها اللي هو أرستومينس اللي جه في الآخر، تمام؟ ليه؟ لأنه هو أول واحد في بعد ما بطليموس الخامس إلى حد ما كبر وبقى شاب، هو خطط للكورونيشن أند ذا ويدنج أوف ذا كينج. عمل كورونيشن كبير جدا للملك كأبر ككينج أوف أبر أند لور إيجيبت في ممفيس، وعمل الويدنج ما بين بطليموس الخامس وكليوباترا الأولى بنت الملك المنتصر اللي هو الملك السوري، أقوى ملك سوري جه اللي هو الأنتيوخوس الثالث، وتم الزفاف في رافيا في نفس المكان اللي حصل فيه المعركة الفاصلة ما بين بطليموس الرابع وأنتيوخوس الثالث. ده أول حاجة مرسوم ممفيس سنة 196، وهذا المرسوم بيبين فيه أن بطليموس الخامس البريستس بيظهروا فيه التبجيل والتعظيم لعصر بطليموس الخامس، وهذا المرسوم منقوش على لوحة كبيرة من البازلت الأسود باللغة بالخط الهيروغليفي والديموطيقي واللغة اليونانية، وتم اكتشاف هذا الحجر من خلال الحملة الفرنسية سنة 1799 والمعروف حاليا باسم حجر رشيد. انتوا كجايدز لازم تبقوا عارفين كويس جدا ان حجر رشيد ليست فرعوني وليست روماني، حجر رشيد بطلمي ويرجع لعصر بطلميوس الخامس. محفوظ فين في حجر رشيد يا سنة تانية؟ في المتحف البريطاني، ويوجد نسخة موجودة وانت داخل في المتحف المصري بتاع التحرير على ايدك اليمين، بتبدأ تشرح فيها الحجر واهميته وهكذا. طيب الحاجة الثالثة اللي ظهر بقى وكان يتميز بيها عصر بطليموس الخامس، الابرايزنجز بتاعت ثيبايد او الثورات اللي كانت بتحصل في منطقة ثيبايد. ودايما بنقول ان المنطقة بتاعت طيبة كانت من المناطق الصعبة وصعب سيطرة الثورة عليها، وتم القضاء على هذه الثورة بصعوبة شديدة جدا، بصعوبة شديدة جدا. يبقى بوتولومي ذا فيفث، Epiphanes, the God manifest, the glorious one. Khalas, he was the son of Ptolemy the third and Arsinoe the third. He was less than 7 years when he got access to the throne. Therefore, two guardians proclaimed their control over this man. خلاص through a military council من خلال مجلس عسكري. The two important characters, the guardians of the king, the first one Alexandrius of Ctesippus and Agathocles of Samos, both of them made a conspiracy. What is the meaning of a conspiracy? مؤامرة to kill the queen mother. Okay, Porsinoe the third. And after that, the Alexandrian Ctesippus died. Therefore, Agathocles had to face the Alexandrians. Had to face the Alexandrians. كان عليه ان هو يواجه اهل اسكندريه. They accused him to kill the queen mother, Arsinoe the third. Therefore, there was a revolution in Alexandria under the command or under the command of Tlepolemus. Tlepolemus could kill Agathocles and his family. They were brutally killed. يعني إيه brutally killed؟ تم قتلهم بوحشية in the stadium of Alexandria. After that, who was the guardian of the small king, the child? Tlepolemus. And also another, a third guardian, or a fourth guardian was called Ctesippus. Ctesippus, son of Ctesippus. He was the fourth guardian. Okay? And finally, Aristomenes. Okay, so how many guardians did Ptolemy the fifth have? How many guardians did Ptolemy the fifth have? Five. Five guardians, excellent. Alexandrian Ctesippus, the powerful man during the reign of his father Ptolemy the fourth. Agathocles of Samos, the childhood friend of Ptolemy the fourth. And both of them, Alexandrian Ctesippus, Agathocles of Samos, killed the queen mother, Arsinoe the third, and they made Agathocles the guardian or the responsible for raising up the child king. After that, Ctesippus died, so Agathocles had to face the Alexandrians who accused him
for killing the queen mother, Tlepolemus could brutally kill. يعني ايه could brutally kill؟ يقدر يقتل بوحشية. خلاص Agathalacus and his family. So he became the third guardian together with Susepius, son of Susepius, the fourth guardian. After that, Tlepolemus, Susepius, son of Susepius, disappeared from the history. The final and the fifth guardian was Aristomenes. He was the one who succeeded in restoring the power of the king. يعني restoring the power of the king, يعيد قوة الملك مرة أخرى. خلاص؟ لغاية كده مفهوم؟ What about the external policy? The external policy. First of all, Agathalacus, during being the guardian of the king, he tried as much as he could to exile any strong character to be the only guardian of the king. كان بيحاول يبعد أي شخصية قوية تظهر على الساحة. This appeared in two cases, in two examples. Pelpus, he was the strategus of Cyprus, one of the states under the Ptolemaic authority. He sent him to Antioch III to negotiate with him. Okay, and the second strong character who began to appear was Ptolemy, son of Susepius. He sent him to the Macedonian king Philip V, and there was an opinion saying that Philip V and Ptolemy, son of Susepius, made a conspiracy to defeat the Ptolemaic Empire and to control over the Ptolemaic Empire as a whole. Okay, what about the inter-external policy also? Ptolemy V was remarked with the fifth Syrian war. Ptolemy V was remarked by the fifth Syrian war and having five guardians. The fifth Syrian war happened between Ptolemy V and Antiochus III. The second betrayal happened. يعني the second betrayal happened. الخيانة الثانية حصلت. The first betrayal happened from the strategus of Syria during the reign of Ptolemy IV. He was called Theodotus. Theodotus handed Silly Syria to Antiochus III, and as a reward of his betrayal, he appointed him, Antiochus III, and appointed Theodotus to be the strategus of Silly Syria. Also during the reign of Ptolemy V, mean betrayed the king. Ptolemaeus also betrayed the king, like Theodotus. He betrayed this time Ptolemy V and handed Cilicia to the same king, to the same Cilicid king, Antiochus III, and also he appointed him to be the strategus of Syria. Okay, Antiochus III could defeat the Ptolemaic army in many battles, in many naval battles. وقلنا حتى إن كان في شخص اسمه Scopus could gain power in many battles, but he had to withdraw once again. يعني after the battle of Panion he had to withdraw once again to Sidon to go back to Egypt. And finally, we can find here the Roman intervention in the Egyptian political life for the first time. Okay, Rome sent how many diplomatic missions during the reign of Ptolemy V? Two. The first one was in 200 BC. They sent how many men? Three men. To how many sides? Two sides, to Antiochus III, the victorious one, and also they went to Egypt to investigate, يعني investigate علشان يشوفوا الدنيا عاملة ازاي، خلاص ليستقصي, to investigate the political status of the Ptolemaic court. After 4 years, Rome sent another bigger diplomatic mission. Instead of sending three men, they sent 10 men. Instead of sending this diplomatic mission to both the sides, to the Egyptian side and to the Syrian side, they decided only to direct the second diplomatic mission to the victorious side, who was Antiochus III. They tried to convince him to withdraw and not to invade the Greek cities and the Greek borders.
خلاص. And Antiochus III said to them, proclaimed his peaceful relation with Ptolemy the Fifth, خلاص, and saying that would be a marriage, a soon marriage, marriage relation between the Ptolemaic court and the Seleucid court. This is about the external policy. Aristomenes, as we said before, did two things to restore the power of the king. First of all, he made the coronation of the king of Upper and Lower Egypt in Memphis when he was about 18. And after that, he also made the wedding between Ptolemy the Fifth and the daughter, the prince, the Syrian princess, the daughter of Antiochus III, who was Cleopatra the First. This wedding, this great wedding, was celebrated in Raphia, the same place of the Battle of Raphia, which happened between Antiochus III and the father of the broom, اللي هو أنتيوخ بطولمي the Fourth. A very important thing, a very important monument dates back to Ptolemy the Fifth, which is Rosetta Stone, اللي هي حجر رشيد. The decree in Memphis dates back to 196 BC. It's written in hieroglyphic demotic in Greek, where the priests are paying homage and gratitude to Ptolemy the Fifth. It was discovered by the French mission in Egypt, and it was the first way for François Champollion to transliterate the ancient Egyptian language. كده تمام؟ طيب بعد كده هيحصل ايه؟ هيحصل عصر بطليموس السادس، وعصر بطليموس السادس والثامن يدل ان دل على شيء فهيدل على مدى انهيار الدولة في هذه الفترة. ماشي شباب؟ بطليموس السادس طبعا فيلوميتر beloved of his mother. في البداية بعد ما مات بطليموس الخامس، بطليموس السادس وصل للحكم، وبرضه كان عنده زي نفس الرينج بتاع أبوه، كان عنده تقريبا 6 أو 7 سنين. كليوباترا الأولى اللي هي الأميرة السورية أصبحت هي الوصية على العرش، وأصبحت العملات بتسك باسمهم هما الاثنين، اللي هي كليوباترا الأولى وابنها بطليموس السادس. ظهر برضو اثنين في البلاط البطلمي، أولايوس ولينايوس وأولايوس، ويقال إن لينايوس ده كان من أصل سوري، بدأ بقى السوريين يظهروا في البلاط البطلمي بما إن الأم سورية، خلاص، وأولايوس، ويقال إن لينايوس كان higher ranker than أولايوس. لغايه كده تمام. اللي حصل بعد كده ايه؟ اللي حصل ان بعد موت كليوباترا الاولى بدا يظهر اتنين في البلاط البطلمي كان لهم يعني قوه ومهابه، وده طبعا متوقع نتيجه صغر سن الملك، زي بالظبط اللي حصل في عصر بطليموس الخامس، وزي اللي حصل في عصر بطليموس الرابع. اوكي، لينايوس زي ما قلنا هو واز سيريان سليف، واولايوس كان هاير رانكر واصبح هو مستشار الطفل الصغير الملك الايه الصغير. طيب ده على مستوى الامبورتنت كاركترز والاوريجن. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل ان انتيوخوس الثالث اعظم من اعظم ملوك الدوله السوريه توفى، وجي بعد كده واحد اسمه ابنه اللي هو سليوقس الرابع. سليوقس الرابع دوت يقرب ايه للملك؟ هو خاله، صح؟ هو اخو والدته، مش هي والدته هي كليوباترا الاولى؟ معايا سنه تانية؟ معاكي يا دكتور. تمام، فهي من الاخر كليوباترا قدرت تقنع اخوها الكبير اللي هو سليوقس دوت ان هو ما يعملش اي مشاكل ما بينها وما بين يعني ما بين ولادها يعني. وبالفعل يعني الى حد ما كان في يعني ايه شويه peaceful relations في هذه الفتره ما بين سليوقس الرابع وبطليموس السادس اللي هو كان في الاخر طفل. بعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انتيوخوس الرابع جه بعد سليوكس الرابع، اوكي، وكليوباترا الاولى كانت توفت. معنى كده ان الاخت اللي كانوا من الاخر شايلين هم زعلها وكانوا شارين خاطرها من الاخر توفت. تمام، وواحد زي انتيوخوس الرابع ابن اقوى ملوك سوريا، اوكي، وعارف ان ولاد اخته
او ولاد اخته في هذه الفتره اللي هو بطليموس السادس واخته بطليموس الثامن، من الاخر هم شويه اطفال هم اللي بيحكموا مصر. تفتكروا رد فعله هيبقى ايه؟ هيضم مصر طبعا. هيضم مصر، لكن هل كان عنده نية لقتل الملوك الأطفال الصغيرين بشكل دموي بقى وكده؟ لا، على فكرة يعني هو كان عنده فرصة ان هو يقتلهم بس هو ما قتلهمش، إذن هو ما كانش عنده النية العنيفة لقتلهم. خلاص، هو كان عايز يسيطر، لأن يعني المنطق بيقول ان هو أخته اللي كان شريك خاطرها خلاص توفت، وولادها واحد أكبر واحد فيهم 6 سنين، اوكي، بيحكموا بلد بقوة وبثقل، بلد زي مصر، فأكيد هو عايز ياخد ويضم البلد دي حتى لو كان بيحكم من بارافان، من يعني ايه، يخلي البطالمة موجودين كده، الأطفال الحلوين دول موجودين عشان ما يحصلش ثورة في البلاد، بس هو يسيطر على الايه، على الدولة. اوكي، عمل بعض الحاجات بريبريشنز كده عشان يبدأ يدخل مصر، لان ليه، لان بالرغم من ان في اطفال بتحكم، لكن هو اولا عارف ان في لينايوس واولايوس، عارف ان مصر واسعه وشاسعه، وان اسكندريه تحصيناتها لا يستهان بيها، وان برضو قصه ان انت تغزو مصر دي حاجه صعبه. فبدا يستعد، اول حاجه ارسل واحد اسمه ابولونيوس لاسكندريه لاستطلاع الاحوال. بعد ما ابولونيوس استطلع الاحوال، برضو نرجع كده بآلة الزمن ورا، ان لا في انترنت ولا في تلفزيون ولا في اقمار صناعيه ولا حاجه، فاحنا بنسمع ان هو سامع ان ولاد اخته اطفال بيحكموا مصر، بس هو عايز يتاكد، عايز يفهم الوضع ماشي ازاي، فعشان كده ارسل ابولونيوس. وبعد ما ابولونيوس خلص زيارته للبلاط البطلمي، طلع على روما عشان يدفع جزية اندماتيس كده معينة كانت فرضتها روما. وشوفوا بقى سيطرة روما في هذه الفترة، كانت فرضتها روما على من أيام أبوه أنتيوخوس الثالث، نتيجة أن أنتيوخوس الثالث بقى طبعا كان واصل لمنطقة اليونان، وكان داخل خلاص المنطقة اللي هي بتاعت حوالين روما، ففرضوا عليه كده جزية أن هو لازم يدفعها سنويا، لكن طبعا كان ممكن يبعت الجزية مع أي حد. هو أرسل أبولونيوس محاولة منه لأن هو يكسب الجانب الروماني مع الملك السوري. دي تاني إجراء عمله أنتيوخوس الرابع. وتالت إجراء عمله أنتيوخوس إن هو بدأ يحشد الجنود بتوعه حوالين البوردرز، أو على طول الحدود ما بين مصر من ناحية وسوريا وفلسطين من ناحية أخرى. ماشي، بدأت الحرب السورية الستة في عصر بطليموس السادس. حصل الحرب أو الإغارة على مصر في حالة، في شكل تو انفيجنز. أول انفيجن خلاص في هذه الفترة كان عندنا ملكين بيحكموا، اللي هو بطليموس السادس وبطليموس الثامن. تمام، احنا زي ما قلنا وبرضو بنرجع سريعا، ان ليبانيوس واولايوس عشان يدعموا حكمهم اعلنوا ان الثلاث كتاكيت الاخوات الحلوين الصغنطتين دول هم حكام مصر، اللي هو بطليموس السادس وبطليموس الثامن وكيلوباترا الايه الثانيه. تمام، فانتيوخس فضل ماشي ودخل الدلتا، ويقال ان هو تقريبا سيطر على منطقه شمال مصر بشكل كبير جدا، لغايه ما بقى واقف على باب اسكندريه حرفيا. خلاص، ونتيجة ان لينايوس واولايوس مش عايزين يروحوا يقابلوا انتيوخوس، طبعا متخيلين ان هو سامعين ان انتيوخوس على الباب، راحوا باعتين الولد الصغير اللي هو بطليموس الايه السادس. وعشان تعرفوا ان انتيوخوس ما كانش عنده نية يقتل الولد، خد الولد واعلن ان بطليموس السادس هو ملك مصر على وصاية او بوصاية انتيوخوس الايه الرابع بره اسكندرية. اهل اسكندريه لما عرفوا القصه دي قال لك لا ما بديهاش بقى، وراحوا اعلنوا اخوه الصغير خلاص كتكوت الصغير التاني دوت بطليموس الثامن ملك على مصر. فاصبح في مصر في هذه الفتره، في هذا المشهد السياسي الكوميدي، كان ملك على مصر. ثلاثة. ثلاثة. ما ينفعوش اتنين، اتنين هم بطليموس السادس بره مصر، وبطليموس الثامن بره اسكندريه، وبطليموس الثامن جوه اسكندريه. بطليموس السادس حكم، وانتيوخس قال انا الوصي عليه. فاهمها ازاي؟ أيوة دكتور.
تمام. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انتيوخس كان يعني سيء الحظ، اوكي، واضطر ان هو اسفا ان هو يرجع بقواده تاني ناحية سوريا. ليه؟ لان فيضان النيل كانت الدنيا صعبة جدا، وكانت الدلتا شبه غرقانة، كان في صعوبة شديدة للفرسان والجنود ان هم يتعاملوا مع فيضان النيل في هذه الفترة. فخاف على الجنود بتوعه وخاف على القوات بتوعه، فاضطر ان هو ينسحب تاني لسوريا. وقال للولد الصغير يعني ايه، خليك في منف وانا جاي لك تاني. هو كان شايف خلاص ان هو سيطر، مش شرط يعني يدخل اسكندرية، هو الملك البطلمي معاه وهو خاله خلاص. فقال لك خلاص اقعد في منف وانا جاي لك تاني. وعين على فكرة حمية، كان في حمية موجودة في مصر، حمية يعني ايه سورية كده. بعد يعني مغادرة انتيوخس بفترة صغيرة، هما في النهاية احنا بنتكلم في أطفال يعني سنة تانية، فبطليموس السادس رجع تاني لإسكندرية، وأعلنوا إن واتصالحوا، الإخوات الحبايب اتصالحوا، وأصبح الثلاثة بيحكموا برضو مع بعض، السادس والثامن وكليوباترا الإيه الثاني. بعد فترة خلاص أنتيوخس لما سمع بقى إن بطليموس السادس دوت ساب منف وراح تاني إسكندرية، اتضايق، فقال لك لا ما بندهاش بقى، ده احنا محتاجين يا جماعة إيه المرة دي، لا يعني إيه نقوم كده وندخل اسكندرية ونسيطر على اسكندرية، ماشي. فالحقيقة راح ووصل لمنطقة اسمها الإليسيس، ودي قريبة جدا من اسكندرية كده، سابرب أو ضاحية بره اسكندرية. وفي هذه الفترة تدخلت روما. الحقيقة لنايوس وإيلايوس في أول غزو لأنتيوخس الرابع حاولت إن هي تستنجد بروما، لكن ما كانش فيه استجابة من روما، وتدخل بقى القدر والفيضان هو اللي أنقذ مصر من أيدي البيت السوري. أما بقى المرة التانية بقى روما بدأت تدرك الوضع وبدأت تدرك خطورة الأمر، وأرسلت حملة بقيادة واحد إيه اسمه إيه؟ جايوس بوبيليوس لايينس. اسمه يا شباب جايوس بوبيليوس لايينس. جايوس بوبيليوس لايينس خلاص راح، ويقال ان هو استقبل انتيوخس الرابع بشكل شديد الجفاء، وما سلمش عليه بالرغم ان هو ملك منتصر. وراح عامل حاجة كده اسمها لاين ان ساند او سيركل ان ساند، عمل له دايرة حواليه وقال له ان هي دي حدودك وما تتخطاش حدودك وما تطلعش بره البلد بتاعتك مره اخرى. وبالفعل انتيوخس خاف من القوه الصاعده لروما ورجع تاني البلاد بتاعته. ده ان دل على شيء فيدل على مدى قوه روما في هذه الفتره وسيطرتها، وان هي خلاص هي اللي من الاخر بتعين البطالمه. في برضه طلبه ساعات يسالوني طب هي ليه روما تدخلت؟ ليه ما تحالفتش مع انتيوخس؟ معلش يعني يا جماعه، هي عايزه الدوله البطلميه تبقى ضعيفه لغايه ما روما تقدر تجمع شتات نفسها وتكون الجيش القوي اللي يخليها هي اللي تسيطر على مصر. معلش هي هتمشي البطلمه عشان تجيب دوله سوريه تحكم مصر بقوه انتيوخس؟ استحاله، هي مش هتمكن انتيوخس من مصر، هي عايزه الدوله البطلميه بهذا الشكل الهزلي عشان في النهايه هي اللي تحكم. ماشي سنة تانية، مفهوم الجزئية دي؟ مفهوم يا دكتور. طيب زي ما قلنا ان لينايوس وإيلايوس حاولوا ان هم يعني يقووا الشكل المملكة البطلمية، فأعلنوا زواج بطلميوس السادس من كليوباترا الثانية اللي هي أخته، وأعطاهم لقب بازيليوس أو الملوك. وحصلت في عصر بطليموس السادس عدد من الثورات، أهمها الثورة اللي حصلت في اسكندرية بقيادة واحد اسمه ديونيسوس بيتوسيراكس، بقيادة 4000 جندي، و4000 جندي دوت كان رقم يعني رقم لا يتم الاستهبيه في هذه الفترة. وحصل ابرايزنج في الفيوم، ويقال ان في هذه الفترة تم مهاجمة المعابد وتكسير اجزاء من المعابد ومهاجمة الكهنة، لان المصريين في هذه الفترة حسوا ان الكهنة يعني بيدعموا الملك، فعلشان كده حصل غضب شديد كان صعب السيطرة عليه. والثورة الأخرى في بايد، ودي برضو كانت بإمرة ناس من أتباع ديونيسوس بيتوسيرابس. وإذا كان في كم مركز للثورات في عصر بطليموس السادس؟ 3 مراكز رئيسية، جنب اسكندرية بقيادة ديونيسوس بيتوسيرابس، والفيوم، وفي بايد. حاجة برضو مهمة حصلت في هذه الفترة اللي هي الكومبالجري كالتيفيشن، تمام. تمام؟ عشان باين يا جماعة بعد إذنكم نقفل المايك.
the government tried to solve the agricultural problem، لأن كان في حاجة اسمها الزراعة الإجبارية والخدمة الإجبارية. الناس اللي كان عندها ماشية لازم تديها للحكومة تستخدمها في نقل البضائع المختلفة فور فري. الفارمرز بيأجروا الأرض وبياخدوا الفتات، والباقي بيروح الدولة والأغنياء. فحاولوا بقدر الإمكان إن الدولة تمتص هذه الإيه الغضب بإجراءات كده معينة هنتكلم عليها. برضو من الحاجات اللي بتميز عصر بطليموس السادس الاستراجل اللي حصلت في لما بقى الشباب كبروا، لما بطليموس السادس والثامن دول كبروا خلاص، مين أحق بعرش مصر؟ أوكي، فتدخلت روما، والرومان سنت هو اللي تدخل، وقلنا إن السيناتو أو مجلس الشيوخ الروماني هو ده أول ظهور للسيناتو أو شكل الأحزاب السياسية ومجلس الشيوخ والشكل السياسي دوت اللي بعض الدول حتى الآن بتستخدمه. ده يعني يعتبر اختراع كده أو ظهر بشكل كبير جدا في تاريخ روما. فمجلس الشيوخ الروماني قرر إن مصر يستحق حكمها بطليموس السادس باعتباره هو الحاكم الأكبر، وإن بطليموس التامع يصبح ملك سيرينايكا اللي هي قورينا. أوكي، وكل واحد منهم كان بيحاول بقدر الإمكان إن هو إيه؟ إن هو يكسب رضا روما، لدرجة إن بطليموس التامن قلنا إن هو كتب وصية بتقول إن هو في حالة موته قورينا تروح لروما ما تروحش لأخوه. في حالة موته بدون وريث، لو هو ملوش ابن خلاص قورينا تروح لروما وما تروحش لإيه؟ ما يروحش حكمها لأخوه. ماشي، بطليموس السادس بعد أن استتب واستقر ليه الأمر كملك أساسي لمصر، بدأ إن هو يهتم بالمعابد وزار منفس وحاول إن هو يعفي بعض الناس من العقوبات اللي كانت محطوطة عليهم نتيجة الجرائم اللي ارتكبوها أثناء فترة الثورات. ويقال إن هو عين ابنه الأكبر إيوباتر، ويقال إن إيوباتر دوت مات في حياة أبوه. وبعد كده توفى بطليموس السادس، وهيجي بعد كده الصراع الدموي بتاع عصر بطليموس الثامن. ماشي، يبقى بطليموس السادس بطولمي ذا 6 he was called Philometor beloved of his mother and he is the elder son of Ptolemy the 5th and Cleopatra the 1st and as we said she was the Syrian princess the daughter of Antioch the 3rd the most powerful king of the Seleucid Empire. Okay, and he got access to the throne when he was only 6 years old, and he ruled with his mother Cleopatra the first as a co-regent. Coins were minted with the both characters Ptolemy the sixth and Cleopatra the first, who were the most important characters after the death of Cleopatra the first. We have two guardians for the king, Linnaeus and Olaus. They became the counselors of the king, and during the reign of Cleopatra the first. She convinced the new Seleucid king, her brother, خلاص the uncle of Ptolemy the sixth, to keep good relations with Egypt, not to invade Egypt. هي قدرت تقنع أخوها إن هو يعني إيه ما يغزوش مصر. After that, we got access to the throne in Syria, Antiochus the fourth. Antiochus the fourth found that his sister died and found that there were three small children ruling age Ptolemy the sixth, Cleopatra the second, and Ptolemy the eighth. He found a golden opportunity to invade Egypt, a golden chance to invade Egypt. فرصة ذهبية بالنسبة له. What are the preparations of Antiochus the fourth to invade Egypt? Sending Apollonius to Egypt to investigate the Ptolemaic court. يعني إيه investigate؟ الاستطلاع الأحوال. البلاط البطلمي. After that, Apollonius was sent to Rome to pay the indemnities and to keep good relations with Rome. Okay, and he also set his troops along the eastern borders of Egypt with Syria and Palestine. تمام؟ إيه تاني؟ إلام لينايوس and أولايس tried to regain the power of the kingdom of Egypt by arranging the marriage between Ptolemy the sixth and his sister Cleopatra the second and announcing Ptolemy the sixth and his sister and describing them to be Basileus or to be kings.
اوكي اند انتيوخوس ذا فورث انفيدد ايجيبت. يعني ايه انفيدد؟ يعني هاجم مصر. فور هاو ماني تايمز؟ هي انفيدد ايجيبت توايس. He invaded Antioch the Fourth, invaded Egypt during the reign of Ptolemy the Sixth twice, two times. The first time he controlled over the Delta, and he reached as far as Alexandria. Elenius and Olaus sent Ptolemy the Sixth, the unexperienced king, to his uncle outside Alexandria. Okay, and Antiochus IV announced himself to be the guardian of Ptolemy the Sixth, the sole king of Egypt. هو أعلن أن بطليموس السادس هو الملك الوحيد على مصر. When the Alexandrians knew that, they announced the smallest brother, اللي هو Ptolemy the Eighth, to be the king of Egypt. So how many kings were ruling Egypt or described to be the kings of Egypt during that time, during the first invasion of Antiochus IV? Two kings, Ptolemy the Sixth, supported by Antiochus the Fourth outside Alexandria, and Ptolemy the Eighth, supported by the Alexandrians inside Alexandria. What happened? The flood. Because of the flood and the bad status of the Delta during that time, Antiochus the Fourth withdrew from Egypt. And he convinced, tried to convince Ptolemy the Sixth to settle in Memphis. However, after a short time, Ptolemy the Sixth returned back to Alexandria, and they were announced once more with his brother and sister to be the kings and the rulers of Egypt. What about the second invasion? The second invasion during that time was faced by the Roman intervention. تم مواجهته من خلال المواجهة بقى الرومانية. Rome, the Roman Senate, sent Gaius Popilius Laenas, one of the most strong and powerful men and soldiers during that time. He drew a line or a circle in the sand around Antiochus IV. He rudely welcomed him, يعني ما كانش مرحب بيه, and he ordered him strictly to withdraw from Egypt and not to exceed his limits. ما يتعداش حدوده. And Antiochus, fearing from the rising power of Rome, he had to withdraw from Egypt. Well, internal policy, the most important thing beside the wedding which happened between Ptolemy the Sixth and his sister Cleopatra the Second, there were three main centers of the Egyptian uprisings. Where exactly? In Alexandria, in Eleusis, by the commander of an Egyptian person called Dionysus Petosserapus, leading 4,000 soldiers, and they were defeated with difficulty by the Ptolemaic army. And also in Fayum, خلاص, the Egyptians destroyed parts of the temples and they faced the priests. And the third center of the uprising was Thebaid, also under the control of Dionysus Petosserapus. What else? The compulsory cultivation, خلاص, the farmers fled from the agricultural lands, they fled from their lands and they went to the cities, they went to the marshes of the Delta, Ahrash al-Delta, because of the exceeding taxes. And therefore, after Ptolemy the Sixth became the sole king of Egypt, بعد ما أصبح الملك الوحيد على مصر, he tried to decrease the taxes and he tried to exempt the people accused of crimes. خلاص. حاول ان هو يعفي عن بعض الناس ويقلل شويه الضرائب. And he also was very interested in building, reconstructing the temples once again in order to make يعني in order to satisfy the priests from one side and also the rest of the Egyptians from the other side. ايه تاني او ايه مهم تاني؟ Ptolemy also or Ptolemy there was a struggle after reaching maturity, after being men, between Ptolemy the Sixth and Ptolemy the Eighth, who should be the sole king of Egypt. And in this case, Rome interfered itself once again. The Roman Senate decided to appoint Ptolemy the Sixth to be the king of Egypt and Ptolemy the Eighth to be the king of Cyrenaica. The two brothers tried as hard as they could to gain the satisfaction of Rome all the time. حاولوا ان هم ياخدوا رضا روما باي شكل. خلاص. And therefore Ptolemy the Eighth wrote a will
in the case of having no heir, لو هو ما عندوش وريث خلاص, سيرينايكا would be ruled by Rome not by his brother Ptolemy the sixth. ايه اللي حصل بعد كده؟ Ptolemy the sixth died and the struggle once again the between Ptolemy the sixth, Ptolemy the eighth tried once again to be the king of Egypt. طيب عصر بطليموس الثامن زي ما بنقول ان عصر بطليموس الثامن بينقسم لثلاث اجزاء او ثلاث فترات تاريخيه. اول فتره تاريخيه لما كان طفل صغير خلاص كان هو الملك المشارك في الحكم مع بطليموس السادس واخته كليوباترا الثانيه, ونتيجه ان بطليموس السادس هو كان الاخ الكبير فمن الواضح ان بطليموس الثامن لم يلقى عليه الضوء وما كانش شخص مهتم بيه قوي, وكان طول الوقت شايف ان اخوه هو اللي واخد السلطه والباور. بعد كده بعد ما اصبح شخص كبير هو واخوه على حكم مصر وروما تدخلت واصبحت هي واصبح هو حاكم قرينا. لما اخوه توفى ايه اللي حصل؟ كانت كليوباترا الثانيه ما زالت شابه وكانت ليها ابن بلس اللي هو بطليموس السابع, تمام. وبعد فتره وصراعات وقتل بطليموس السابع اصبح بطليموس الثامن هو ملك مصر خلال ايه هذه الفتره. اذا the reign of Ptolemy the eighth could be divided into how many phases, how many historical phases, how many historical periods. Three. The first time when he was a child he was ruling as a co-regent with his brother and sister, with his brother Ptolemy the sixth and Cleopatra the second. After that he became the king of Cyrenaica. Okay, and after the death of his brother Ptolemy the sixth, he became the king of Egypt. ماشي. طيب ايه اللي هيحصل؟ بطليموس الثامن لما جه مصر لما سمع ان اخوه توفى راح جري سايب سيرينايكا وايه وهوب جرى على ايه على اسكندريه. في اهل اسكندريه كانوا مرتبطين جدا بالملكه اللي هي كليوباترا الثانيه, ورفضوا دخول بطليموس الثامن اسكندريه خلاص ووقفوا بالمرصاد. فطبعا طبعا خلاص روما هي اللي بتسيطر, فرجعت روما حكموها من الاخر نعمل ايه. فروما حكمت او مجلس الشيوخ الروماني حكم بان بطليموس الثامن يستحق حكم مصر في حاله تنفيذ شرط واحد. ايه هو الشرط دوت؟ ان هو يتزوج اخته أرملة أخوه كيلوباترا الثانية. وبالفعل ارتضى بطليموس الثامن بالحكم. بطليموس الثامن أول ما تزوج أخته عمل حاجتين, أول حاجة قتل ابن أخته وابن أخوه خلاص بطليموس السابع, ويقال إن هو قتله قدام أمه خلاص, دي حاجة. تاني حاجة إن هو تزوج بنتها اللي هي كيلوباترا الثالثة. طبعا بعد الموقفين دول كيلوباترا الثانية كانت في حالة يرثى لها, ويقال إن هي هربت لسوريا لأن طبعا هي من بيت سوري أساسا, هي هم يعني فيهم نسل سوري فيهم دم سوري, فهربت. وبعد العديد من المفاوضات رجعت تاني مصر وحكمت كليوباترا التانية وكليوباترا التالية زوجتي بطليموس الثامن. وزي ما قلنا من ناحية الأثر احنا عندنا منظر فريد في معبد كومومبو ان شاء الله بإذن الله لو لينا عمر نبقى نوريه لكم ان شاء الله, يعني في رحلة يعني الأقصر وأسوان. من المناظر الفريدة في كومومبو ان هو بيصور بطليموس الثامن مع كليوباترا الثانية وكليوباترا الثالثة, تمام. وكان دايما بيشرف الوثائق ان كليوباترا الثانية هي الملكة الأم وان كليوباترا الثالثة الملكة الزوجة. مفهومة يا شباب الجزئية دي؟ بعد رجوع كليوباترا الثانية من سوريا وارتضائها للأمر الواقع اللي حصل على يد أخوها القاتل بطليموس الثامن, بس ما كانش في حل غير إن هي ترجع, حصل حاجة اسمها أمنستي ديكري اللي هو مرسوم
امنستي، وظهر باسم، ظهر فيه اسم بطليموس الثامن وكيلوباترا الثانيه اللي هي الملكه الام، وكيلوباترا الثالثه الملكه الزوجه، بيعفي بعض المزارعين من اي عقوبه، وبيامرهم او بينصحهم بالعوده لاراضيهم، بتخفيف الضرائب عليهم، وبتمكين اليونانيين من اراضيهم اللي هم خدوها بوضع اليد، وان كل يعني وان التاكسس يتم تخفيضها بشكل كبير جدا. اكد على استقلاليه المعابد المصريه. لاول مره نلاقي ان الملك البطلمي بطلميوس الثامن الى حد كبير اهتم بالعقيده الحيوانيه، وده ان دل على شيء فيدل على تمصر البطالمه، لان البطالمه اول ما جم مصر كانوا يونانيين صرف، كان قصة الديانة إن هو الآلهة يبقوا في شكل حيوانات بالنسبة لهم حاجة غير مقبولة. لكن إن بعد، شوفوا بقى، بعد كم عشرات ومئات السنين أصبح البيت البطلمي نفسه هو اللي بيدعم العقيدة الحيوانية، ويقال إن هو تم الصرف والإنفاق على العقيدة الحيوانية لبعض الحيوانات والعقول المقدسة بشكل خاص، العجل أبيس، من خلال رويال فاند أو من خلال دعم ملكي. ماشي شباب، هو اللي حصل في عصر بطليموس الثامن. في أي مشكلة لغاية دلوقتي؟ لا يا دكتور، تمام. طيب، إذا بطولمي ذا إيتس يوريجيتس ذا سكند ذا بنفاكتور، خلاص، his reign is divided into how many phases؟ Three historical phases. A regent with his brother and sister, the king of Cyrenaica, and a sole king of Egypt. After the death of Ptolemy the Sixth, خلاص, he went to be the king of Egypt. However, the Alexandrians refused that. They tried to make Cleopatra II the queen of Egypt with her small child Ptolemy the Seventh. Therefore, Ptolemy the Eighth tried to ask the assistance of Rome. طلب مساعدة روما. Rome يعني agreed to make Ptolemy the Eighth the king of Egypt in one condition. What was this condition? That Ptolemy the Eighth should marry his sister, the widow of his brother Cleopatra the Second. And Ptolemy the Eighth obeyed this condition and did this condition. He married Cleopatra the Second, his sister, and the widow of his brother. After marrying her, he made two things. What are the two things? First, he killed his niece, Ibn Akhu, Ptolemy the Seventh. And some sources say that he brutally killed him in front of the eyes of his mother. The second thing, he married her daughter. خلاص, the daughter of Cleopatra the Second, who is Cleopatra the Third. After these two events, Cleopatra the Second fled to Syria. And after many negotiations with her, she returned back to Egypt. She was crowned and described in the Egyptian texts to be the mother queen. And her daughter, the second wife of Ptolemy the Seventh, was described to be the wife queen, الملكة الزوجة. خلاص؟ So Ptolemy the Eighth married two queens, Cleopatra the Second, his sister, and his niece Cleopatra the Third. After that, there was an amnesty decree under bearing the name of Ptolemy the Eighth, Cleopatra the Second, and Cleopatra the Third. He said that the farmers who should escape from their lands should return. The taxes were reduced. The Greek farmers, he confirmed the property, their properties. Concerning the agricultural lands, he made a royal fund for the animal cult in Egypt, and this was very new. This reflects the Egyptianizing of the Ptolemaic court, تمصر البطالمة. Also, he confirmed the independence of the temple properties, restored the temples. He ordered to restore the temples. In other words, they tried to restore once again, regain the power of Ptolemy the Eighth, the king of Upper and Lower Egypt. تمام؟ Before his death, Ptolemy the Eighth decided or handed to Cleopatra the Third, choosing one of his sons, Ptolemy the Ninth or Ptolemy the Eighth, to be the king of Egypt. وقلنا إن القصة دي اندلت على شيء، إن هو قبل وفاته قال لمراته اللي هي الثالثة
تمام، ان هي تختار واحد من ولادها لولاده يعني، اللي هو بطليموس التاسع او بطليموس العاشر ان هو يحكم. وان ده ان دل على شيء فيدل على ان بطليموس الثامن اللي يدرس يعني سايكولوجي او نفسية الناس دي يفهم بلا ادنى شك ان بطليموس الثامن كان عنده مشكلة في قصة ان هو الاخ الاصغر. يعني من الاخر بالرغم ان بطليموس التاسع دوت هو ابنه والعاشر ابنه، لكن من الواضح ان هو يعني ما طلعتش من بقه ان ابن الكبير يحكم، وحتى ما اتبعش تقليد البطالمة ان هو خلى ابنه الكبير يحكم معاه مثلا عشان يديله شرعية ويكسبه شرعية. لا، هو قال لمراته نقي حد ما بينهم، نقي حد من ولادنا، يا التاسع يا العاشر يحكم. فمن الواضح ان هو كان عنده عقدة تجاه قصة الاخ الكبير، شايف ان اشمعنى يعني الاخ الكبير هو يبقى الملك. ومن الواضح ان العقدة دي تأثرت بيها كيلوباترا الثالثة اللي وضح فيها ملها الشديد لابنها الصغير على ابنها الايه الكبير. ماشي يا شباب، طيب تعالوا نشوف القصة ديت ماشية ازاي. احنا عندنا التاسع العاشر، خلاص هنركز شوية في التاسع والعاشر. احنا كيلوباترا كان عندها بطليموس التاسع وبطليموس العاشر، وكان عندها بنت اللي هي كيلوباترا الرابعة وبنت تانية اسمها كيلوباترا سيليني. خلاص اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هي قالت خلاص نقصر الشر ونخلي بطليموس العاشر التاسع اللي هو ابني الكبير يحكم، مفيش مشكلة. خلاص بطليموس التاسع عمل ايه؟ تزوج الايه؟ تزوج اخته كعادة البطالمة، تمام، وتزوج اخته اللي هي كيلوباترا الرابعه، وخلف منها بنته اللي هي برنيكي ايه الثالثه. بعد فتره طلق اخته، اوكي، وتزوج الاخت الاصغر منها اللي هي اسمها كيلوباترا سيليني. ويقال ان كيلوباترا سيليني كان شديده الجمال، لان كلمه سيليني دي معناها القمر، فهو طلق اخته الكبيره وتزوج الاخت الايه الاصغر. ومن الواضح ان القصة دي ضايقت الملكة الام اللي هي كيلوباترا الثالثة في هذه المرحلة يعني، وقررت، يقال ان المصادر التاريخية بتقول لنا ان هي اللي اشعلت الثورة وخلت اهل اسكندرية يثوروا على ابنها، انتم متخيلين، يثوروا على ابنها الاكبر، وتم عزله وراح للاسف ان هو ايه توجه لمنطقة او جزيرة قبرص. مين جه بداله؟ بطليموس العاشر، وحكم حبيب ماما وبابا دوت، حكم، وواضح ان هو كان المفضل لدى والديه، حكم، ويعني على الباغي تدور الدوائر. صح، هو الطفل الاصغر او الابن الاصغر لبطليموس الثامن وكيلوباترا خلاص الثالثه، وحكم فتره، ويقال ان هو اللي دبر مؤامره لقتل والدته. واول ما قتل والدته انقلب اهل اسكندريه عليه وعزلوه، وزي ما هم عزلوا بطليموس التاسع هم اللي جابوا بطليموس التاسع ايه يحكم. ده معناه ايه؟ ده معناه ان فترة التاريخ البطلمي في هذه الفترة كان ماشي ازاي؟ بطليموس الثامن، بطليموس التاسع، بطليموس اتعزل التاسع شوية راح قبرص، وبعد كده جهت العاشر، و العاشر قتل والدته اللي هي كيلوباترا الثالثة، فراحوا جايبين مين التاني؟ التاسع. إذن التاسع دوت حكم على كم مرة؟ على كم فترة؟ فترتين بالظبط كده، فترتين بالظبط، تمام، مفهومة الجزئية دي عشان دي أكتر من الحتت بس اللي بتلخبط شوية في البطلة. أوكي، يبقى after the death of Kilobatra the third, after the, sorry, the death of Ptolemy the eighth, Cleopatra III chose the eldest son to be the king of Egypt, who was Ptolemy the ninth. Ptolemy the ninth married his sister Cleopatra the fourth, and they gave birth to Berenike the third. After a short period, he divorced this woman and married the second sister, who was Cleopatra Selene. Because of this attitude, Cleopatra the third got mad. And she made a conspiracy with the Alexandrians to exile her own son, Ptolemy the Ninth. Okay? After that, got access to the throne. Got access to the throne was the younger son of Ptolemy the Eighth and Cleopatra the Third, who was Ptolemy the Tenth.
he was probably the favorite son of his parents. Tamam? He made a conspiracy, probably made a conspiracy to kill his own mother. And therefore, the Alexandrians aroused once again, and they got back the exiled king Ptolemy the Ninth to rule. ماشي يا شباب، لغاية كده مفهوم؟ تمام. طيب بعد كده هو اس بوتوليمي ذا تنس، الدنيا بقى هتجري كأننا بنكر بكر التريكو، لأن ما كانش فيه أحداث جلل في هذه الفترة للأسف. تكاثر يعني كثروا عدد الملوك، وأصبح البطالمة بيجوا ورا بعض، وما بقناش عارفين مين دول، وأصبح التدخل الروماني تدخل سافر في الحياة البطلمية في مصر، لغاية ما هتقع مصر أو هتقع المملكة البطلمية في بعد معركة أكتيوم. هيجي بعد كده بطلميوس ال11. He was one of the illegal sons of Ptolemy the 10th and he was living in Rome. يقال إن هو كان أساسا عايش في روما، وروما شجعت جدا وجود هذا الرجل، لأن من الآخر هو ملوش ولاء للبيت البطلمي، هو ما معاش أساسا في البيت البطلمي، فبالتالي هما كانوا شايفينه الشخص المناسب. ومين اللي كان مش مرحب بقى بيه؟ أهل اسكندرية، يعني انتوا جايبين لنا واحد موالي لروما يحكم. فطبعا هو ما قعدش كتير، يقال ان هو قعد سنة 80 قبل الميلاد، وروما بعد فترة تم عزله وتم قتله من قبل أهل اسكندرية. ده بالنسبة لبطلميوس ال11. جه بعد كده مين؟ جه بعد كده بطلميوس ال12. بطلميوس ال12 كان معروف باسم نيوس ديونوسوس، اي ذا نيو ديونوسوس. ديونوسوس دي احد اشهر الالهه اليونانيه في مصر، هو اله الخمر. تمام؟ وكان معروف برضو، بعض الكتب بقى تقول لك بطلميوس الزمار. يعني ايه الزمار؟ اللي هي يوليتس. يوليتس دي معناها ذا فلوتست، اللي هو بيحب يلعب على المزمار الفلوت، وده ان دل على شيء فيدل على ايه؟ ان هو شخص يعني منغرق بقى في الملذات بتاعت الحياة، ملوش أساسا في السياسة. أوكي؟ بطلميوس ال 12 دوت، هما كانوا أخين، وبطلميوس ال 12 وأخوه كانوا أحد ال illegal sons of Ptolemy the Ninth, Suter the Second. كانوا أحد الأولاد الغير الشرعيين لبطلميوس التاسع، والاتنين كانوا عايشين بره مصر، وروما جابتهم، جابت الكبير هو بطلميوس ال 12، والصغير كان حاكم قبرص. ولما اخوه حاكم قبرص مات، لم يتحرك خالص بطلميوس ال 12، لان هو طول الوقت كان بيحاول ان هو يرضي روما، وان هو يعني يشوف روما عايزه ايه وتعمله. فلما روما قتلت اخوه حاكم قبرص، لم يتحرك ساكنا، وأهل اسكندرية صاروا عليه، ولكن رجع مرة أخرى بالقوة، بقوة روما، وأصبح مرة أخرى حاكم مصر. ماشي؟ بعد كده إيه اللي حصل في هذه الفترة؟ في فترة بطلميوس ال 12، زي ما قلنا إن في هذه الفترة he was trying to satisfy Rome as much as he could. He didn't make any reaction when Rome killed his brother, who was the strategus of Cyprus. The Alexandrians arose against him. They exiled Ptolemy the 12th. However, he returned back by the assistance of Rome. During that time, هنعمل بقى فلاش باك تاني لروما. إلا بدأ يحصل، بدأت يحصل الأحزاب السياسية بدأت تظهر. We have two important parties, the Republic Party اللي هو الحزب الجمهوري. It was led by one of the most important characters who was called Pompey. And the Democratic Party, الحزب الديمقراطي, he was led by one of called Crassus and Julius Caesar. وهنسمع عنه كتير بعد كده. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل كيلوباترا، بعد وفاة بطلميوس ال 12 ظهرت كيلوباترا، اللي هي كيلوباترا السبعة. تمام؟ وكيلوباترا السبعة she was called فيلوباتر، المحبة لوالدها. اوكي؟ هي اتجوزت في الأول بطلميوس ال 13 أخوها، و and they ruled together as a co-regent مع بعض. تمام؟ وبعد كده بطلميوس ال 14 دوت اختفى شويه من الساحه، وظهر بطلميوس ال 15. وفي فتره بطلميوس ال 15 اللي هو الاخ الاصغر لكيلوباترا السبعه، حصل ان بومبي فر من جوليوس سيزر وجه اسكندريه،
وتم قتله من خلال بطليموس ال 15 بطولمي ذا 15 كيل بومبي and therefore the Diocletian pillar which was wrongly named Sawari pillar or Pompeii pillar خلاص because they thought that the ashes of Pompeii were placed in a side incinerary urn at the top of this at the top of this pillar. يقال ان بطليموس ال 15 قتل بومبي trying to gain the satisfaction of Julius Caesar because he was the victorious one, because he was the most important, the most strong and powerful Roman character during that time. خلاص gaining his satisfaction, trying to gain his satisfaction. خلاص بعد كده ايه اللي حصل؟ After this event, Julius Caesar went to Egypt. He fell in love with Cleopatra the Seventh and they gave birth to مين بقى؟ They gave birth to Ptolemy the 15th Caesarion, the last king of the Ptolemaic Empire. ماشي؟ يبقى Cleopatra had two brothers. How many brothers had Cleopatra the 7th? She had Ptolemy the 13th and Ptolemy the 14th. Ptolemy the 14th killed Pompey to gain the satisfaction of Julius Caesar. After that, Julius Caesar entered Egypt, married Cleopatra the 7th, gave birth to the last king of the Ptolemaic Empire, Caesarion, Little Caesar, Caesar Junior يعني, and Ptolemy the 15th. ولو كان هذا الشخص استمر, كان هيبقى اتجاه تاني خالص في التاريخ البطلمي, لأن هو كان يحمل الدم اليوناني أو البطلمي والدم الروماني. تمام؟ طبعا مين اللي جن جنونه في هذه الفترة؟ اللي جن جنونه في هذه الفترة روما, لأن جوليوس سيزر عمل مخالفتين. أول مخالفة إن هو تزوج كيلوباترا, لأنه هو أصلا متزوج من في روما من شخصية رومانية, وكان مخالف بنت اسمها جوليا. خلاص, وجوليا دي كانت مرات بومبي, وكان القانون الروماني يمنع زواج أكتر من يعني وجود أكتر من زوجة للرجل. دي أول مخالفة. تاني حاجة إن هو راح مصر بدون إذن الرومان سنت, وعلشان كده يعني إحنا عايزين نقضي على المملكة البطلمية, تروح أنت مصر وتتزوج المملكة الملكة البطلمية وتجيب منها كمان ابن, وقعد في مصر سنة. خلاص, لما رجع إيه اللي حصل؟ راح الرومان سنت وحصلت مؤامرة, there was a conspiracy against Julius Caesar, وتم قتله, وكلمنا في قصة قتله اللي وصفها وأعاد صياغها ويليام شكسبير في أحد المشاهد, التو بروتوس, حتى أنت يا بروتوس, then fall Caesar, إذن فليمت قيصر. خلاص, and Brutus was the closest friend of Julius Caesar and he was the one who killed who gave him the final kill, the final stab, and after that he was brutally killed from the members of the Roman Senate. بعد كده ايه اللي حصل؟ احنا عندنا ظهر على الخريطة two important figures after the death of Julius Caesar. مين هما؟ مارك أنتوني. مارك أنتوني he shared the consulship. consulship اللي هي وظيفة القنصل. خلاص, ودي احد الوظائف, لان لغاية دلوقتي روما مش امباير. اول امبرر اللي هو اوغستس, هو قنصل. جوليوس سيزر كان قنصل, ومارك أنتوني كان هو اللي شارك جوليوس سيزر في القنصلية أو وظيفة القنصل. وواحد تاني جاء اسمه جايوس أوكتافيانوس وخد بعد كده لقب أوغستس. تمام, يبقى ظهر عندنا two important characters after the death of Julius Caesar, Mark Antony and Gaius Octavianus Augustus. Mark Antony shared the consulship and the Roman Senate divided the responsibilities between these two characters. Mark Antony became responsible for the eastern states and Gaius Octavianus Augustus became responsible for the western states. ايه اللي حصل؟ مارك أنتوني عمل نفس قصة اللي عملها جوليوس سيزر, راح رايح مصر ومتجوز كيلوباترا وخلف منها 3 ولاد, وزاد الطين بلة ان هو راح عامل اعلن ان قيصرون ابن جوليوس سيزر هو الحاكم القادم, ملك مصر القادم. تمام, فطبعا رومان سنت الحقيقة ما بقتش عارفة تعمل ايه, قالت خلاص بقى ما فيش بقى كونسبايرسي, هو لا مفر من القتال ولا مفر من المعركة, وتقبلت
أو تقابل الجيش الروماني والنافل باورز بتاعت روما خلاص مع الأسطول البطلمي في معركة أكتيوم البحرية الشهيرة خلاص. ويقال إن الأسطول البطلمي تم تدميره بشكل كبير جدا، وانسيقى كل من مارك أنتوني وكليوباترا إلى موكب النصر وتم قتلهم بشكل كبير. وفي النهاية دخل جايوس أوكتافيانوس أوغستس ليصبح the first emperor of the Roman Empire. إيه أهم حاجة نقدر نقولها؟ what was the most important consequence of the naval battle of Actium؟ that Egypt lost its independency. يعني ايه lost its independency؟ يعني during the Pharaonic period during the Ptolemaic period Egypt was an independent kingdom، كانت مملكة بطلمية مستقلة. After the Roman Empire after the naval battle of Actium Egypt became only a state of the Roman Empire. يعني أصبحت ولاية تابعة للإمبراطورية